صباح الخير لكم لجميع مشاهدي قناة زاكروز وتحديدا برنامجكم الصباحي نسمات زاكروز. اليوم رح نتكلم عن مرض الربو وما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بهذا المرض مع الدكتور. خليكم معنا بهذا التقرير. معظم الامراض اللي الناس تنصاب بها لها علاقه بالجينات، خلينا نقول، بس اكو حالات مرضيه معينه لها علاقه بالمواسم. مثلا واحد ينصاب بذات الرئه، ذات الرئه لها علاقه بالموسم اللي انت بيه واختلاطك بالناس. مثلا الاماكن المزدحمه لهاي الحالات تصير اكثر. مثلا التدرن الرئوي، التدرن عاده يصير بالمناطق الفقيره اللي ما بها خدمات المرافق الصحيه، ما بها الى اخره. اكو حالات اخرى مثلا التليف، التليف ممكن يكون حالة الجينات، بس ممكن يكون سبب التهابات. مثلا احنا نعرف جائحة كورونا صارت هواي مرضى صار عندهم تليف الرئة، مثلا اللي عندهم داء الربو هم لها علاقة بالجينات، ونفس الشيء اكو عوامل بيئية تأثر على هاي الحالات. فهاي الامراض امراض موجودة من زمان هاي الامراض. المركز التخصصي للجهاز التنفسي هذا يعتبر أول مركز تخصصي في محافظة دهوك، والغرض من فتح هذا المركز أنه الخدمات اللي تلقاها المرضى لهذا القسم قليلة. طبعاً قلة الخدمات في هذا القسم يرجع إلى عدم التفرقة بين الأقسام. طبعاً نرجع لسنة 2000 نشوف أنه سنة وراء سنة في المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الأهلية تم فصل الأقسام عن بعضها البعض، لأنه كلما انفصل قسم عن القسم الثاني الخدمات تزداد، الأجهزة تزداد، والأطباء هم يتخصصون بهاي المجالات، فالخدمات اللي تتوفر للمرضى تكون أحسن إن شاء الله. فقبل 3 سنوات جنت هاي الفكرة أنه نفصل قسم الجهاز التنفسي عن بقية الأقسام، خلينا نقول الباطنية مثل الجهاز الهضمي، تخصص بالأعصاب، تخصص بالأمراض القلبية. فهذا التخصص اللي هو تخصص بالجهاز التنفسي يعتبر أول مرة أنه نفتح سنتر متخصص في هذا المجال. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم ببرنامج نسمات زاكروز، معكم إيمان عبد الكريم دهوك، وإلى اللقاء.